باسم الأب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. كل سنة وان طيبين. يوم مفرح ليا جدا إن أنا أبقى في وسطيكم. برحب بحضراتكم وحلقة خاصة من داخل مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة 15 مايو، حالة من التكامل بين وزارة الداخلية والكنيسة فقط لخدمة النزلاء والوصول بيهم لبر الأمان. دي الكنيسة رقم 17 اللي تم افتتاحها من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية. خليكم معانا، حلقة إنسانية تستحق المتابعة. علينا أن احنا نتغلب على أي معوقات تعوقنا نحو المسيح، أي حروب بتقابلنا في طريقنا وإحنا بنجاهد هنا على الأرض نتغلب عليها. حتى يا أخي لو قابلك هيرودس الملك أي الشيطان وإحنا في طريقنا للمسيح وفي حياتنا الروحية، بيقابلنا الشيطان ويحاربنا حروب شديدة جدا، ولكن مهما حاربنا الشيطان اوعى تيأس وترجع، لأن الكتاب بيقول لنا من يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت السماوات. عشان كده حط إيدك وامشي على طول وكمل. اوعى تكون مثل يهوذا الإسخريوطي الذي بدأ مع المسيح وصار تلميذا معه ولكنه رجع وخان وابتدى يبيع السيد المسيح ب30 من الفضة وابتدى يسلمه لرؤساء الكهنة. اوعى تكون مثله، اوعى تكون مثل ديماس اللي بولس الرسول قال ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. كان كارز ومشي شوية ورجع. اوعى تكون مثل دقلديانوس الملك الجاحد الذي آمن بالمسيح وبعد كده مشي شوية ومن أجل محبته للملك والسلطة أنكر الإيمان. اوعى تمشي شوية وترجع. حط قدامك دايما القديسين اللي ثبتوا على الإيمان، وحط قدامك الشهداء اللي تغلبوا على كل الضيقات وكل الاضطهادات حتى الموت. الموت ليس له سلطان عليهم، زي ما الكتاب بيقول لنا لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم سلطان أن يفعلوا شيئا، بل خافوا بالأكثر من الذي له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. فإحنا نحط قدام عينينا دايما السيد المسيح، حط قدام عينينا السماء، حط قدام عينيك السماء دايما وامشي في الطريق. حط زي ما بولس الرسول بيقول لك اسعى نحو الغرض لاجل جعالة الله العليا في المسيح يسوع. حط قدامك دايما وامشي، اوعى ترجع. حط كل ما الهدف يبقى واضح قدامك تلاقي دايما كل الصعاب تقدر تتغلب عليها وتكمل الطريق الى النهاية. انما لو الهدف مش واضح قدام عينيك هتلاقي نفسك مشيت شوية ورجعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والتابعين. وبعد، بنشكر حضراتكم إن احنا وجهتنا الدعوة للحضور معكم لتقديم التهنئة بحضراتكم مسيح وأقباط مصر العربية، ونحن في بلد واحد تحت أرض واحدة وفوق أرض واحدة تحت سماء واحدة وكلنا واحد وسماحة الدين واحد، وبنحمد ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا وكل من يقود هذه العملية في وزارة الداخلية وفي التأهيلات
ونشكر الله تبارك وتعالى أن سماحة الإسلام وعدالته جعلت أننا نشارك بعضنا البعض في المحبة والأخوة والصداقة والسلام، وبنهني بعض جميعا ونشكركم لحسن استماعكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشكركم على محبتكم ومشاركتكم معنا أفراح عيد الميلاد، وكتر خيركم، ودي تظهر المحبة والمودة بين الأقباط كلهم والمسلمين، ويعني حاجة جميلة خالص، وحدة وطنية جميلة. ربنا يبارك لكم ويعوضكم كتير.